أهلا وسهلا ورود. أهلا وسهلا بك أنس، شنو حياتك؟ من هي ورود؟ منين جاية؟ أنت من وين؟ من العراق؟ من كربلاء، من كربلاء. مولدة أنا بالنجف، لكنه يعني كاتبين بالهوية ولادتي كربلاء، بس لكن الحقيقة يعني ولادتي كانت نجف. كنت ولدتك في البيت اللي انولدت بيه، بيت معروف بالمرجع الشيعي، معروف جدا يعني، لو بس أقوله الناس تعرفه. من بيت من؟ قولي لنا. بيت كشف الغطاء معروفين، المؤسس المهدية بيت كشف الغطاء. هواية ناس مفتهميك، يعني شلون أقول مفتهميك نوعا ما غلط، وأني واحد من عندهم. كل اللي مفتهمة عن ورود أنه في يوم من الأيام أنا دخلت على التويتر لقيت مقلوبة الدنيا، وكل الناس يحطون فد علامات وفد هاشتاج ورود الإله العشتارية، ورود الإله العشتارية، الإله العشتارية مقلوبة الدنيا. أدوس 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 أدوس، أول شيء يجي بوجهي أنه ورود فاتحة بث مباشر وعلى غفلة، تصير كلش عصبية وتنزع هدومها. وانتهت قضية وصارت عركة ما بين الناس اللي يقولون هو هذا التحرر، يعني انتو الناس انه تنزع هدومهم هذا المدري شلون. وراها انا حبيت انه اتعرف على هاي الانسانة اللي خلف هاي الضجة العملاقة كلش. شفت انه هاي الانسانة متعرضة للعنف، هاي الإنسانة عايشة حياة صعبة جدا، وهاي الإنسانة بنفس الوقت جاية من عائلة معروفة ومن سلالة أنه من عائلة المرجعية الدينية في العراق في النجف. نجف. شلون هاي البنية اللي أجدادها الآن هم مؤسسي الدين، مؤسسي دين بالعراق أو المذهب الشيعي، شلون هاي البنية اللي من العائلة مال المرجعية تطلع تنزع ملابسها على السوشيال ميديا ويصيرون وراها عشرات الآلاف من الناس اللي يدزون صورهم اللي أنه إحنا طقت روحنا، ويبدون ينزعون ملابسهم. وإلى هذه اللحظة أنت رمز من رموز ثورة جديدة اسمها ثورة التعري. يعني أنا قلت لك بعالة أمي ذولا المشايخ وعلماء الدين، كنت صغيرة بس أنا كلش كلش كنت ذكية. فاطمة كان عندهم قمر، كان عندهم هذا شو يسموه ساتلايت، بعهد صدام، وكان عندهم ساتلايت غير مرئي يعني محظور. كانوا من النام احنا، انا اسوي روحي نايمه يعني، يلا يلا على اوروبي على اوروبي، وامي وخوالي وخالاتي كلهم قاعدين يباعون اوروبي اباحيات، يعني هذا خلاع اللي هم الصبح بالحرم بالشي سحولي سحولي الحرم مو لا بالحوزه بالحوزه العفو. ايه كانت يعني هاي الرغبات، ليه تكبتون ورا انتوا تسجنون نفسكم بافكاركم؟ ورود انت تؤمنين انه من حق الناس ان يختارون دين، او يختارون يعني حرية الناس باختيار دين من عدمه، او ما يختارون دين؟ هذا من حقه انه يصلي يصوم يروح للزيارة أو يروح المكة، وهذا من حقه أنه ما يصلي ما يصوم أو ما يختار ديانة نهائيا، والثيناتهم لازم ما يقتلون واحدهم للآخر. تؤمنين بهذا الشيء؟ أكيد أنا مع الحرية الدينية طالما ما يؤذيني إلي، إذا أنا أؤمن ولا ما أؤمن بالفكرة أنا مع هذا الشيء. أنا بالنسبة إلي الآن، إحنا اللي دنسويه الآن، الحركات اللي دتطلع، إنه إحنا ما يريد ما محتاجين تجرمون حياتنا بس لأنه إحنا مثلاً مو على دين أباكم وأجدادكم أو 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 منؤمن بالفكرة معينة. هذا اللي همنا، لأن شوفوا إحنا مو سلاحنا، تشوفتوا سلاحنا الرشاشات الأسلحة، سلاحنا بس اللسان ترى، وهذا اللي خايفين من عند ذول اللي عندهم أصحاب سلطة واللي سلطانهم قايم بالدم.